اللجنه المكلفه بمدن بملف المدن الجديده بحضور السيد حامد عبد رئيس تنفيذ مدن الجديده والساده مدراء الدوائر في مبنى محافظه نينوى وسيكون هناك اجتماعات شبه اسبوعيه حول تذليل ومعالجه العراقيل في مجمع الغزلاني السكني سوف يكون هناك اجراءات مستمره ان شاء الله مساله وقت وسيتم المباشره بهذا المجمع المهم المجمع يشمل عده فقرات مدارس مراكز صحيه حدائق عامه شقق سكنيه لكافه شرائح المجتمع